السلام عليكم، معكم عبد الله. نرجع لكم تاني في سلسله ماستر ليج مع فريق ليدز يونايتد، والنهارده ان شاء الله عندنا تقريبا نص شهر بالكامل نعمل فيه صفقات، نص شهر بالكامل نبني فيه الفريق اللي ان شاء الله هنصعد بيه لدوري ابطال اوروبا، وان شاء الله هناخد كاس الكاراباو كاب، واهم حاجه نصعد لدوري ابطال اوروبا، وممكن نعمل المستحيل ناخد الدوري الانجليزي. فعشان نعمل كده لازم اولا نكسب كل الماتشات، لازم نعمل صفقات اسطوريه، لازم يجي لنا قائد للفريق. مع اني جبت بوفون الحلقه اللي فاتت، جبت بوفون بس مش عايز يكون قائد للفريق، ولا عايز يعلي الروح، مع انه عنده كل حاجه، عنده كل حاجه يقدر يعملها، بس بوفون ما بيعليليش الروح بتاع الفريق، فمش عارف اعمل الصراحه. لكن ان شاء الله النهارده هنحاول نجيب راس حربه، شويه مدافعين، وعندنا بقى لاعب اللي هو هيتباع ان شاء الله النهارده، اللي هو رودريجو، اللي هو مين؟ رودريجو الاسباني، اللي هو ده عنده 30 سنه، عمره ما يتطور، عنده 30 سنه، وان شاء الله هنبيعه بتقريبا 60 مليون دولار. فان شاء الله هنبيع رودريجو وهنجيب بداله هالاند، وهنجيب كمان لعيب زياده عليه. فان شاء الله النهارده نجيب اللعيبه في ليتس جو على طول. خلينا نجرب المباراه دي الاول ضد ساوثهامبتون، وبعدين خلينا نكمل الصفقات، وان شاء الله نجيب هالاند وهنبيع رودريجو. اول حاجه هنعملها اكيد عشان ناخد الفلوس، هنبيع رودريجو الاسباني قبل ما نلعب المباراه، هتكون دي اخر مباراه له. هنبيع رودريجو الاسباني ب 57 مليون دولار، فليتس جو على طول. خلينا ناخد الفلوس، وكمان هيدينا الراتب، حاليا معانا 74 مليون. وكمان مش كده بس، عندنا قللنا جامد في الميزانيه بتاع الراتب اللي كانت بالسالب، حاليا بقت سالب 606 بس، يعني قربنا نحل المشكله دي. لو رحنا دوري الابطال اكيد المشكله دي هتتحل، فاوكي حاليا بقى ان شاء الله هنجيب الصاروخ النرويجي هالاند حالا. فليتس جو، خلينا ناخد الصاروخ النرويجي وبعدين نتوجه على طول للمباراه. فزي ما انتم شايفين اوكي، هالاند لسه ما ردش، هنستنى بعد المباراه لحد ما يرد، لكن هالاند لسه ما ردش. فاوكي، بما اننا محتاجين ظهير ايسر فهنطلب من الريال يدونا برضو مندي، هيدونا ان شاء الله مندي الظهير الايسر بتاعهم، مش هيكون غالي، 11 مليون ان شاء الله، وهيجي. خلينا نقلل لانه هو ممكن يجي على طول ب 8 مليون، ممكن يجي ان شاء الله ب 8 مليون. حل مشكله كبيره في الظهير الايسر دلوقتي، عندنا مشكله والله ما اعرف، عندنا مشكلتي تاني صراحة ما اعرفش. احنا ممكن نمشي التشكيلة دي، ممكن برضو نزود عليها لعيبة، ممكن نجيب لعيبة تانية تقعد على الدكة، ممكن نجيب برضو لعيبة تانية ما اعرفش. لكن انا حاولت اجيب بوفون عشان يكون قائد للفريق، بس ما اعرفش مش عايز يكون قائد ليه. فاحنا هنجيب مندي هنا، وعندنا جيمس على اليمين بس حاليا هو مصاب، ممكن نجيب خط وسط. فليتس جو على طول، خلينا نتوجه بقى للمباراه، وخلينا بعد المباراه نشوف الرد من الصاروخ النرويجي. يلا انت فليتس جو على طول لاول مباراه لينا، يلا خلينا نلعب بالخطه دي اللي هي 4-2-2-2. فيلا اوكي يا شباب، عشان نعمل تحقيق ان احنا ناخد اول، زي ما انتم شايفين اول مباراه لبوفون، عشان نعمل تحقيق ان احنا نصعد لدوري ابطال اوروبا لازم ما نخسرش اي مباراه. عندنا قائد على جينجي بوفون، هو اللي ان شاء الله هيقود لنا الفريق، معرفش ليه ما زودليش التناغم، لكن معلش يا بوفون ان شاء الله تكون قائد وخلاص. وعندنا برضو ايه، عشان نحاول برضو ناخد الدوري مستحيل نخسر او نتعادل اي مباراه. فليتس جو على طول، اخر مباراه لرودريجو واول مباراه لجيجي بوفون صاحب ال 43 سنه. يلا اوكي، يلا رودريجو اخر مباراه ليكم، خليك اساسي يعني لازم تلعب حلو. يلا ما هو انت روح يا رودريجو، يلا رودريجو وريني ممتعاتك يا رودريجو. رودريجو والله 57 مليون دينا صباي، يلا انسو فاتي. النيل يا خطيره، سوينكو سوي. الله لا ما طعش سوي، لا خطيره. ساتر، كلمهم بوفون، يا بوفون خد الفريق. الله والله المدافع التركي ده جامد. روح رودريجو. والله لبيعك، والله انت تستاهل تبيعه، لكن ما تستاهلش 57 مليون. ايه ده؟ ايه ده يا جدع؟ 57 مليون ليه ده؟ احنا نصبنا عليهم، اقسم بالله نصبنا على الالمان، والله ايه ده؟ اوكي يلا ابو حكيم، على فكره ابو حكيم انتوا ممكن ما تشوفوش كتير، لكن المهمه بتاعته او المهام اللي حكيم زياش بيعملها مهمه جدا. اوكي، ماونت لابو حكيم، لماونت، ماونت لفيليبس، فيليبس الماونت. راح الدفاع التركي. الله والله مدافع عالمي، اقسم بالله مدافع عالمي، وصفقه اسطوريه. هنجيب جنبه مندي، وجيمس يرجع من الاصابه تبقى عالميه الدفاع، اقسم بالله. ايه فاتي. الله رودريجو يا عم، هو في ايه؟ ما حدش بيعرف فين. والله لازم هالاند، اقسم بالله لازم الصاروخ النرويجي، لازم
روح بقى يا جدع، روح بقى يا حكم، احسب بقى انتوا رقمه. للاسف للاسف والله. لا 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 روح حكيم، حكيم زيوش عالم يا حكيم، سعر اسطوره عالم يا ابو حكيم يسجلها. قلت لك حكيم زياش دوره مهم، حكيم زياش هو اللي المفروض ياخد القاعده. الله عليك يا ابو حكيم يا جامد. يلا يلا عايزين، لا مش عايزين نتعادل. يلا اوكي، نزلنا لعيبه كتيره، نزلنا جرين وود وطلعنا انسو فاتي لانه تعب. ان شاء الله ان شاء الله نجيب الفوز. يلا روح، فين حكيم؟ ابو حكيم حكى حكى يا عم، حرام عليك يا جرين وود. حكيم زياش، جرين وود، حكيم زياش، ابو زياش، حكيم. لا حكيم 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 بقى، احسب يا ابني. يلا الله رودريجو، اه حكيم حكيم. لا اوكي اوكي يلا دي يا ابو حكيم، حكيم يلا، حكيم زياش حكيم زياش حكيم. لا يا محرام، الله حرام والله حرام نخسر. هو نتعادل حتى الماتش ده، ما ينفعش نخسر. يلا الله ابو حكيم، الله ابو حكيم، ابو سيدك حكيم زياش. الله رودريجو ارتقي. اوكي اوكي روح حكا، ضرب جزاء ضرب جزاء حكم، ضرب جزاء ليتس جو. الله عليك يا حكم يا جامد، الله عليك يا حكم ليتس جو. احسب لي ضرب الجزاء وابعد عن الفاول عشان ابو حكيم يشوطها. يلا واضحه واضحه وصريحه، واضحه وصريحه ضرب الجزاء. يلا الله ابو حكيم، الله ابو حكيم، حكيم زيو يعطى من المغرب، هو ابو حكيم، حكيم زياش يحطها على طول، يحطها على طول ابن اسود الاطلس، يحطها على طول ضرب جزاء واضحه وصريحه، يحطها ابو حكيم. ليتس جو، الله هنقلب هنقلب وناخد الثلاث نقط ان شاء الله. الله يلا ليتس جو ليتس جو، ناخد الثلاث نقط. الله عليك يا ابو حكيم، الله عليك يا ابن الاطلس، يا ابن اسود الاطلس. يلا بقى خلينا نجيب النرويجو، لازم نجيب صاروخ النرويجو، ما عايزين يجي فينا اي اهداف ثانيه كده، عايزين نضيع اي فرص. اوكي خلينا نشوف مركزنا بقى كام. اوكي بدانا نتحسن في المركز الثامن حاليا، وفر 14 نقطه بحالهم عن المركز الرابع والخامس. ساتر والله، المهمه صعبه، المهمه صعبه، لازم نكسب كله كله، ما نخسرش ولا ماتش. يلا يلا اوكي، الرد حاليا، الرد حاليا من الصاروخ النرويجي هالاند. اوكي هالاند يابل لكن ب 31 مليون مش ب 29. اوكي عادي مش مهم، خلينا نجيب حاليا الصاروخ النرويجي هالاند على سبيل الاعاره، ولو هنجيبه خلينا نشوف، لو هنجيبه هندفع 81 مليون فرسميا الصاروخ النرويجي معانا، ما عادش معانا غير 42 مليون. اوكي لكن ليتس جو، جالنا حالا الصاروخ النرويجي اللي هيكون راس حربه صريح صريح. اوكي خلينا نجيب برضه تونالي الوحش الايطالي من الاس ميلان، جبنا هالاند ومستني الرد من مندي ومن تونالي. فاوكي خلينا نتوجع على طول المباريات الثانيه دي، ليتس جو على طول، خلينا نتعاقد مع الصاروخ النرويجي، خلينا نتعاقد مع ابن النرويج، خلينا نتعاقد مع ابن مش عارف ايه، لكن ليتس جو حاليا جالنا اقوى راس حربة موجود حاليا، اقوى شاب موجود في راس الحربة رسميا اتعاقدنا معاه في ليدز يونايتد، هو الصاروخ النرويجي هالاند. ليتس جو، صفقة عالمية وعمنا الجامد عمال يعمل معانا صفقات اسطورية، عمال يعمل معانا صفقات عالمية. جبنا هالاند يا شباب، جبنا هالاند، اكيد اكيد هيلعب معانا، اكيد زياش مش هيسجل، لا اكيد زياش هيصنع له، هيكونوا متفاهمين مع بعض وهيكونوا متناغمين مع بعض. فجالنا على الصاروخ النرويجي هالاند، فليتس جو. خلينا نشوف المكان اللي هنحطه فيه. اوكي للاسف مندي رفض، معرفش رفض ليه والله انا معرفش، لكن اوكي اوكي خلينا نتعاقد مع ترينييه، ترينييه بتاع ارسنال، وان شاء الله يجي، ان شاء الله هو يجي، لو ما جاش هنحاول تاني مع مندي. اوكي خلينا نتوجع على طول المباراه اللي بعدها، يلا ليتس جو، خلينا نتوجع على طول المباراه اللي بعدها، وان شاء الله ترينييه يقبل وتونالي يقبل، وخلينا نجرب اول مره الصاروخ النرويجي هالاند. فيلا اوكي اكيد ابن الفايكنج ده، اكيد ابن النرويج ده، اكيد الرقم 9 ده، اكيد هالاند ده ان شاء الله هيكون هو الهداف. وتذكروا كلامي، هالاند هو مستقبل الدوري الانجليزي، هالاند هيدمر الدوري الانجليزي، وتذكروا كلامي. ومش هو بس، لا انسو فاتي، رودريجو،
وحكيم زياش فولا ليتسكو على طول وماونتي كمان وكمان جرين وود فولا على طول اول لمسه للصاروخ النرويجي يلا يا هالاند 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 يو ابو حكيم يلا حكيم حكيم تاني مش متعودين منك كده يا عم ايه هالاند فاتي هالاند فاتي الله الله هالاند يا الله حلوه فاتي 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 هانسو يسجل اول هانسو هانسو يا فاتي يلا اديها لزياش يلا زياش روح 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 حكيم حكيم روح ما توقفش ما توقفش ما تديهاش لحد يلا حكيم روح حكيم 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 قاعد النيل يلا فاتي هانسو هانسو روح يا فاتي يلا هانسو فاتي فاتي اهدى اهدى فاتي جرين وود جرين وود يلا حكم حكم ركلة حرة ركلة حرة الحكيم زياش هيجيبها ان شاء الله اوكي اهدى ابو حكيم الله ابو حكيم 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 زياش الله على طول ابني وصوته اصلا ما يبذلنيش في مباراة يسجل ثلاث اهداف من ثلاث كور مختلفة من مرة مصيدة كده ليتس جو هو ده هو ده سواء جبت فاتي هالاند مش عارف مين هو ده اللي هينقذني كل مره حكيم زياش تصوير صوتي يا حكيم الله عليك الله عليك تسلم رجليك يلا اوكي هالاند 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 الله راح يا ساتر الله فاتي اوكي الله هالاند يا ساتر روح فاتي حكم اقسم يا جدع اوكي للاسف طلعت هالاند لانه بيتعب بسرعه معرفش انا اللعيبه كلها اللي عندي لا لا الله اللعيبه اللي عندي كلها بتتعب بسرعه كلها ما عدا حكيم زياش وبس كل باكن بقى كله بيتعب بسرعه من هالاند الكل اللي انا جايبه يلا اه فاتي يلا اه اوكي روح ابو حكيم الله ابو حكيم روح ابو حكيم حكيم زياش لا ماونت اوكي ماونت لسه نازل اسمه يلا ها ها روح فاتي لزياش زياش زياش اوكي اوكي حكم حكم اوكي هلا يعملها تاني ابو حكيم لا لا في العرض حرام اوكي يلا عرضيه ليتس جو لا حس حلو بس حلو ناخذ الثلاث نقط للمره الثانيه على التوالي وان شاء الله نصعد المره دي بقى للمركز السابع ان شاء الله فيلا خلينا نشوف التعاقدات اللي عملناها وحكيم زياش ما زال يبدع ما زال يسحر اوكي لسه في المركز الثامن للاسف لسه في المركز الثامن لكن اوكي اهم حاجه نستمر في الفوز ما نستمرش ابدا في الخساره ولا نتعادل نستمر في الفوز وفقط لا شيء غير الفوز اوكي برضه تونالي رفض معرفش تونالي رفض ليه بس حرام والله خلينا نتفاوض مع مندي تاني مندي هنتفاوض معاه تاني وفالفيردي كمان فالفيردي احنا كله هنشتري من الريال باين خلينا نتفاوض مع فالفيردي برضه ان شاء الله فالفيردي يجي او مندي يجي او ترينيه فخلينا نعدي من الوقت ونشوف مين اللي هيجي ومين اللي مش هيجي اوكي عندنا مباراه مع ويست بروم هنريح فيها كل اللعيبه اللي تعبت بالذات حكيم زياش لانه تعب معانا في اخر ماتشات فهنريحه ونلعب مباراه ويست برومتش وان شاء الله نكسب يا رب اول مباراه اعملها سكيب مع ليدز يا رب نكسبها اوكي كسبنا 1-0 الحمد لله الحمد لله كسبنا 1-0 ومانشستر يونايتد كسب ارسنال فده هيساعدنا لان ارسنال قدامنا اوكي لسه في المركز الثامن كان بفرق نقطة عن ليستر سيتي بفرق نقطة واحدة عن ليستر سيتي وفرق 13 نقطة عن المركز الرابع قربنا خلاص قربنا 13 نقطة كنا 16 من شوية دلوقتي 13 نقطة ونقطة واحدة بس عن ليستر سيتي فاوكي حاليا خلينا نشوف الرد من مندي وفالفيردي شكلنا نشتري الريال كلهم خلينا نشوف اوكي مندي قبل ب 14 مليون وفالفيردي قبل ب 23 مليون ولو جبناها هندفع 50 مليون والله انا مستحيل اجيب كل اللعيبه دول لكن هم هيفيدوني ان انا اروح دوري الابطال وبعد ما اروح دوري الابطال ابدا افكر تاني اعمل ايه او ممكن انتقل بعد كده ما اعرفش لكن انا عندي طموح ان انا عايز ان انا اكسب الدوري ده مش محتاج اي خساره لازم كل اللعيبه القويه فهنجيب اول لاعب اللي هو مندي من ريال مدريد الظهير الايسر وعندنا برضه فالفيردي خلينا نجيبه وكده جالنا اتنين اسطوريين جدا وما عادش معانا فلوس خلاص ترى ما عادش معانا غير 4 مليون بس خلينا نفض شراكتنا مع بعض اللعيبه خلينا نفض شراكتنا مع بعض اللعيبه زي اللعيب ده انا قلت له يمشي خلاص وخلاص ما عادش عندنا سالب بقينا 51000 راتب بدانا نتحسن بدانا نتحسن
واحدة واحدة. والله خلينا نقدم الوقت للمرة التانية على التوالي، وبرضه هنعمل سكيب المباراة فولام عشان نحاول نجيب الصفقات الجديدة. وأول صفقة هتجيلنا هي صفقة الفرنسي الظهير الأيسر الأسطوري الجديد. خلاص كده اتحلت مشكلة الظهير الأيسر واتحلت مشكلة خط الوسط، وإن شاء الله إن شاء الله هنكسب الدوري بعون الله. لو ما كسبناش الدوري هنتأهل إن شاء الله لدوري أبطال أوروبا، وجانا حالاً مندي وكإعارة، لكن ممكن نشتريه بعد كده. عندنا جانا مندي من فرنسا من ريال مدريد، إن شاء الله يكون صفقة أسطورية وهنحقق بيه كل البطولات. فليسكو ويلكم مندي، ويلكم مندي، ويلكم فالفيردي، ويلكم كله. يعني معرفش ما جابوش ليه، لا جابوش أي حاجة ليه خالص، لكن زي ما أنتم شايفين جانا برضه فالفيردي من اليوروغواي، فالفيردي برضه من ريال مدريد. جانا بقى لعيبة جامدة نكسب بيها الدوري المفروض. احنا في المركز السابع وفرق كبير اصلا عن المركز الرابع، مش فرق كبير عن المركز الاول، لا فرق كبير عن المركز الرابع، لكن ان شاء الله هنحاول ناخد الدوري ان شاء الله. اوكي خلينا نعمل سكيب كمان لمباراه فولام وان شاء الله نكسب يا رب. اوكي اوكي كسبنا 1-0، كسبنا 1-0 الحمد لله. لسه برضه في المركز الثامن، لسه عمالين نكسب ولسه في المركز. مستحيل مستحيل ناخد الدوري، مستحيل. طموحي طموحي ان احنا ان شاء الله نروح دوري ابطال اوروبا، ده هو طموحي. زي ما انتم شايفين عندنا الحلقه الجايه اليوم الاخير لفتره الانتقالات، وعندنا بعد اليوم الاخير لفتره الانتقالات عندنا مباراه ضد ليفربول. مباراه هتحدد هل احنا هنكون اسطوريين، هل احنا ممكن نعمل حاجه في الدوري. ما عادش خالص اصلا، ما عادش غير 11 مباراه في الدوري، 11 مباراه بالظبط في الدوري. هنلعب المباراه الحلقه الجايه ضد ليفربول، هنلعب الحلقه الجايه ضد مانشستر يونايتد، وضد توتنهام في الكاراباو كاب. في الحلقه الجايه هتكون اسطوريه، ومش كده بس، لا عندنا فتره الانتقالات الشتويه قربت تخلص خلاص، وممكن اتعاقد مع لعيبه كمان. فقولوا لي هل احاول ابيع لعيبه ثانيه، وايه اللعيبه اللي ممكن اجيبها ثاني. ومتحمس للحلقه الجايه ان شاء الله. ادخل زر اللايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل زر التنبيهات عشان توصلك كل الفيديوهات على طول. وبس ده كان كل الفيديو، اشوفكم ان شاء الله في الجاي مع ليفربول ويونايتد وتوتنهام، وسلام عليكم.